تفسير الحديث الشريف: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. تابعوا معنا. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. وإن كان الحديث ضعيفا، إلا أن الفقهاء قد اتفقوا على معناه الذي يقتضي عدم قبول الهزل والمزاح في الحالات الثلاث المذكورة في الحديث، وانعقادها من المتلفظ بها ولو كان مازحا، كما جعلوا في كتبهم أبوابا للحديث عن نكاح الهازل وطلاقه ورجعته. أولا، النكاح. يعد عقد النكاح من أهم العقود التي يعقدها المسلم، حيث يمس استقرار العائلة المسلمة. ولا شك في أن الروابط التي تبنى عليه كثيرة وحساسة، ويوجد في السنة النبوية بيان وتوضيح لخطورة الهزل وعدم الجدية في اتخاذ قرار النكاح، فرتب آثاره على من أراد الهزل والمزاح فيه. ثانيا، الطلاق. الحالة الثانية التي نص عليها الحديث المذكور فيما تقدم هي حالة الطلاق، وينبني عليه عدم اعتبار الهزل والمزاح في الطلاق وجريانه فيه كما لو كان جديا. فلو طلق رجل زوجته مازحا أو لاعبا، يقع الطلاق صحيحا. وهذا الحكم قد جعل لصيانة الأسر المسلمة عما يهدد استقرارها وإن كان على سبيل المزاح. فلو لم يكن طلاق الهازل منعقدا، لاستسهل أمر الطلاق بدعوى المزح واللعب، لذا كان الحكم حازما. الرجعة. الحالة الثالثة التي نص عليها الحديث المذكور فيما تقدم هي حالة الرجعة. والرجعة هي إرجاع الزوجة إلى عصمة الزوج بعد تطليقها وقبل انتهاء عدتها، وينبني عليه عدم جواز التلاعب والمزاح في أمر الرجعة، كأن يقول الزوج لزوجته المطلقة قبل انتهاء عدتها: أرجعتك إلى عصمتي، ثم يدعي أنه قالها مازحا هازلا، فلم يقبل منه ذلك وتعتبر الرجعة حاصلة وتعود إلى عصمته شاء أم أبى. ما الحكمة في أن الجد والهزل جد؟ وذلك لأنها جميعها تمس حقوق الله عز وجل وحقوق عباده، وليس ذلك محلا للمزاح أو الاستهزاء. فالمزاح لا يكون في شأن من شؤون الدين المشتملة على حق الله عز وجل قط. وما كان المزاح في أي تصرف تتأثر به تركيبة الأسرة المسلمة ويترتب عليه آثار خطيرة كعقد النكاح والطلاق والرجعة. وقد منع القرآن الكريم الاستهزاء بآيات الله عز وجل، بل وأقر وجوب الاتعاظ بها، وأحكام الطلاق والنكاح والرجعة جميعها منصوص عليها في القرآن الكريم.